إخواني يا أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على 4 ديال الأفعال اللي هما أفعال انعكاسية كتسالي بسي. ديجا كنا شفنا، اليوم غادي نشوفهم في البريزنتي وفي مدى الماضي اللي هو باساتو بروسيمو. اذا اخواني اخواتي، قبل ما تبداو ما تنساوش اللايك جزاكم الله، والناس اللي مازال مشتركوا في القناه اشتركوا في القناه باش يتوصلوا بالجديد. الناس اللي بغاو يدخلوا التيك توك المباشر ديال التيك توك، راه الحساب ديالي قدامكم، والتيك توك يكون يوميا ما عدا يوم الاحد مع 6. اذا فلنبدا على بركه الله. هنا اخواني اخواتي عندنا فعل الشوغار سي. الشوغار سي كتلاحظوا انه كيتسالي بسي، وقلنا الافعال اللي كتسالي بسي كتسمى افعال انعكاسيه ريفليسيفي. انعكاسيه يعني هذيك لاكسيون اللي كدير انت كتنعكس عليك انت. كي عندما اقول مي اشوغو، مي اشوغو، مي اشوغو، نعني بها ننشف، ننشف او انشف، انشف يعني كنشف، كنشف بالمعنى الدارجه ديالنا كنمسح، كنمسح بالفوطه مثلا. لا شوغامانو، لا شوغامانو هي الفوطه. اوكي، اذا هنا عندما اقول مي اشوغو نعني بها ماذا؟ امسح او انشف. اذا لاحظوا هنا عندما اقول مي اشوغو للاكريمي، مي اشوغو للاكريمي، للاكريمي هما الدموع. اذا شنو كندير انا؟ انا اشفف دموعي، او درجة امسح دموعي، امسح دموعي للاكريمي، للاكريمي الدموع. اذا مي اشوغو امسح، مي اشوغو امسح ماذا؟ للاكريمي. لكن هنا تكلمنا في ماذا؟ في المضارع، المضارع يعني بريزنتي، بريزنتي الحاضر، الحاضر. لكن عندما تريد أن تتكلم في الماضي، في الماضي اللي هو باساتو بروسيمو، في الماضي ماذا أقول؟ مي سونو، مي سونو. لاحظوا أضفت سونو، سونو صبحت مي سونو اشوغاتو، مي سونو اشوغاتو يعني لقد نشفت، لقد نشفت يعني راني مسحت ديجا مثلا البارح او الصباح. مي سونو اشوغاتو للاكريمي، للاكريمي يعني لقد مسحت دموعي. اذا مي سونو اشوغاتو عندما نتكلم في المذكر، عندما تتكلم امرأة في المؤنث في مينيلي تقول مي سونو اشوغاتا، مي سونو اشوغاتا يعني اني انا راه مسحت ماذا؟ دموعي. مي سونو اشوغاتا، مي سونو اشوغاتا، وهنا في الماضي اللي هو باساتو بروسيمو. عندنا فعل لامنتارسي، لامنتارسي، لامنتارسي هي فعل اشتكى، واحد اللي كيشكي. لامنتارسي هو كذلك ينتهي بسي لانه فعل انعكاس. عندما اقول حليمة سي لامنتا، سي لامنتا، سي لامنتا يعني تشتكي، تشتكي. حليمة سي لامنتا، حليمة تشتكي يعني كتشكي. سامبري، سامبري اللي هي دائما، دائما. اذا هنا تكلمنا فاش في الغائب سي لامنتا. عندما تتكلم انت ماذا تقول؟ دائما كيف ما قلنا في الاول مي، مي لامنتو، مي لامنتو يعني انا اشتكي، مي لامنتو. لكن حليمه هي تشتكي، اذا سي لامنتا، سي لامنتا. وهنا في ماذا؟ المضارع بريزنتي، بريزنتي. ماذا نقول في الماضي؟ في الماضي اقول حليمه سي اي، سي اي، سي اي لامنتاتا، حليمه سي اي لامنتاتا يعني حليمه اشتكت. لكن في الماضي اشتكت، في الماضي ييري مثلا، ييري امس. حليمه سي اي لامنتاتا،
إذا كان راجل غادي نقوله سي اي لامينتاتو، سي اي لامينتاتو في المذكر، في المذكر. وإذا أردت أن أتكلم أنا في الحاضر، حاضر بريزنتي، أقول مي سونو لامينتاتو، مي سونو لامينتاتو ييري. مي سونو لامينتاتو يعني لقد اشتكيت في الماضي passato prossimo. ثم عندنا فعل spogliarsi. spogliarsi spogliarsi هي خلع، خلع يعني خلع الثياب ديالي، خلع الثياب يعني حيت الحوايج ديالي، حيتهم، خلعت ثيابي او ملابسي. اذا ماذا اقول؟ مي سبوليو، مي سبوليو. اذا هذا الجمله هذه كتعني ان حيد، كان حيد حوايجي، حيد حوايجي، انا اخلع ثيابي، انا اخلع ثيابي، بمعنى مي سبوليو، مي سبوليو. ماذا اقول في الماضي باساتو؟ في الماضي اقول مي سونو. تلاحظوا ان كندير دائما سو، سونو، سونو كتعني فيرب اسر اللي هو اوزيلياري، اوزيلياري مساعد لكن ليس بمصرف. احنا كنصرفوا الفيربو سبوليارسي، خلع. مي سونو سبولياتو، مي سونو سبولياتو يعني حيدت حوايج، ديجا حيدت حوايج. تكلموا في الماضي باساتو بروسيمو، مي سونو سبولياتو. الوقت اللي كتكون تتكلم مرا في المؤنث فيمينيلي اقول او تقول هي مي سونو سبولياتا، مي سونو سبولياتا، بمعنى قد خلعت ثيابي، حيدت حوايجي، لكن في الماضي، في الماضي. هنا عندنا فعل في دارسي، في دارسي. تلاحظون دائما ديك السي في دارسي، هذه افعال انعكاسيه. في دارسي، في دارسي. اعتذر اخواني اخواتي، كاين صداع شويه هنايا، لان في واحد الموضع اللي فيه شويه ديال كي ديال الترافيك، كنعتذر. المهم انكم كتسمعوني. اذا في دارتي هي اتيقو، تاقا يتيقو، يعني كنتيق، كنتيق في واحد، كندير فيه الثقه. مي فيدو، عندما اقول مي فيدو، مي فيدو نعني بها اتيقو، اتيقو كنتيق، مي فيدو هي اتيق. دي تي، دي تي، دي تي يعني فيك، فيكا، فيكا. أتيقو فيكا، أتيقو هي مي فيدو، مي فيدو. فيكا أو فيكي كذلك، أو فيكي، مرأة أو رجل. دي تي، دي تي كنعني بها مرأة أو رجل. مي فيدو دي تي، مي فيدو دي تي. أتيقو فيكا، مي فيدو دي تي. لكن إذا أردنا أن نحولها إلى الماضي ماذا أقول؟ أه؟ ماذا أقول؟ إذن دائما غادي ندخل عليها ديك سونو لتصبح مي سونو، مي سونو الماضي، مي سونو في داتو، مي سونو في داتو، مي سونو في داتو. لقد، لقد تقت، تقت يعني تقت، قد تقتو هي مي سونو في داتو. لكن راجل المرأة تقول مي سونو في داتا، مي سونو دي داتا بالنسبة للمرأة فيمينيل. لكن في من، في من؟ دي تي، دي تي. اوكي، لقد تقت بك، لقد تقت بك يعني راني تقت فيك انت او انت. مي سونو في داتو دي تي، مي سونو في داتو دي تي، او مي سونو في داتا دي تي. اذا اخواني اخواتي، وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. هذا اللي عنده شي اشكال في الافعال الانعكاسيه يخلي لي اسمو، نكتبت ليه الرابط ديال الفيديوهات اللي عندهم علاقه بالافعال الانعكاسيه، عرف لي السي في. الناس اللي ما عارفينش رقم الحساب ديال التيك توك ديالي، راه هو قدامكم، اوكي، راه مكتوب قدامكم. يوميا عندنا البث المباشر مع 6 ما عدا يوم الاحد، يوميا اخواني اخواتي. إذن غادي نتلاقاو بحول الله مع العشية، غادي نديرو المسائل ديالنا كيف ما العادة، نبداو بالمبتدئين، من بعد غادي ندوزو للحوار، و
ولو قلنا الوقت غنديروا الإملاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.